السلام عليكم يا شباب. دلوقتي ان شاء الله هنبتدي نتعلم ازاي نعمل سيرش على توبيك معين، وليكن التوبيك بتاعي ده هو الممبرين بايو رياكتورز والويست ووتر فيلد. هاخد العنوان بتاع التوبيك بتاعي ده كوبي كده، وداخل على جوجل اكتب سكولر، او داخل بعد كده على كلمة سكولر اللي هتطلع هتتفتح قدامي البيج دي. مجرد ما احط العنوان بتاعي هنا واقول له سيرش، يبتدي يظهر لي حاجة من المنظر ده كده. حضرتك كل اللي هتعمله ان انت عاوز تسيرش على articles او papers او حاجات بحوث يعني، او منشورات اتنشرت من 2017 او 2020 او 2021. احنا هنخليها 2017، ممكن نعمل custom range طبعا لحد بعد كده، او نخليها anytime. لا خلينا نعمل 2017 اخر 5 سنين. طيب دي كل دي بحوث اقدر انزلها، واجي على page number 2 دي برضو ابحاث تانية اقدر انزلها، page number 3 and so on. هرجع تاني على page number 1. زي ما حضرتك شايف كده جاب لك اول بحث اسمه a critical review، يعني البحث ده عبارة عن review تمام على ال saline wastewater، المية بتاعت ال saline بتاعت الصرف هي مالحة، هيعالجها بالممبرين باي رياكتورز. والبحث ده اتنشر 2019 تمام، في الرينج طبعا من 2017 لحد دلوقتي 2019، في تبع البابلشر اللي هو السفير، في جورنال اسمه كيموسفي. طيب عظيم جدا. كمان البحث ده حصل له سيتيشن 74 مرة، يعني في 74 بحث استشهدوا بهذا البحث، عظيم أوي. في كمان بحث تاني اسمه أنارابيك دايناميك مش عارف ايه ايه فور ويست ووتر تريتمنت برضه بريفيو، وهكذا زي ما حضرتك شايف كده بتكتب السنين والبابلشر. طبعا أحسن أو من أحسن بابلشرز هو السفير، فحضرتك ريكومندد إن أنت تنزل البحوث بتاعت السفير أو سبرينجر، تلاقي هنا كده كلمة سبرينجر، أو تيلور أند فرانسيس، أو وايلي. فلو لقيت حاجة من الأربعة دول بتنزل البحوث بتاعتك. طب أنزل بحث إزاي بقى؟ هتيجي على دوت كده تقول له كليك يمين أوبن نيو تاب، هيتفتح لك طبعا ده الويب سايت بتاع البابلشر اللي هو السفير، ودي الجورنال بتاعتك اللي بتاعتك نشر، أو البحث بتاعك نشر في فوليوم 220 شهر أبريل، كان واخد بيجز من كذا لكذا. كل اللي حضرتك عاوز تعمله او المفروض تعمله انت هتقول له فيو بي دي اف، فيو بي دي اف. مجرد ما تقول له فيو بي دي اف هيطلع لك العلامة بتاع الداونلود بتاعتك، وتبتدي تقول له ستارت داونلود من غير اي مشكلة. طيب هنفترض ان احنا عاوزين نجيب بحث تاني او بحث تالت وهكذا، طبعا نفس الكلام. طيب دلوقتي يا دكتور لو احنا مش عارفين ننزل بحث، يعني عملنا كده وقال لي اعمل ساين ان الاكونت بتاعك ومش عارف ايه وحاجات زي كده، حضرتك مجرد هتبعت لي بس اسم البحث انا نزلته لك، مش فيها مشكله. طيب خلي بالك برضه احنا مش بننزل اي بحث، بننزل بحث ريليتد للشغل بتاعك. يعني حضرتك اول خطوه هتعملها عشان تخلص الشغل المطلوب منك في الريسيرش توبيك، هو ان انت هتيجي هنا تقرا العنوان تشوفه ماتش مع اللي انت عاوزه ولا لا، هل بعيد عن الموضوع ولا لا، وهكذا. تبتدي تنزل، تشوف كل البيجز الموجودة لحد مثلا بيج 10، تلاقي نفسك نزلت لك مثلا بتاع 20-30 بحث ولا حاجة، تيجي بعد كده عندك كمان لحد 14 وهكذا. يعني أقصد إن أنت تعمل سيرش، دي أول خطوة، تعمل سيرش على كل البيجز اللي موجودة لحد ما تخلص، وليكن حتى إحنا عندنا مثلا لحد البيج مثلا نمبر 30 مثلا، يعني ممكن مثلا ناخد 30 صفحة من هذا السيرفي أو هذا السيرش خلاص. وكل بحث حضرتك بتنزله أكيد هتبتدي بعد كده تلخصه وتكتب الشغل اللي هتعمل فيه. طيب نرجع تاني لبيج نمبر 1. احنا كنا نزلنا البحث بتاعنا ده من هنا،
عشان نخش على تاني خطوة بقى، وهي مش خطوة بقى تنزيل البحوث، لأ احنا عاوزين دلوقتي نعمل ايه؟ نعمل citation، أو نقول إن احنا البحث الفلاني دوت هو اللي احنا نزلناه أو خدنا منه الكلام ده. مجرد ما حضرتك تروح كده تفتح البحث اللي انت نزلته ده، تبتدي تقرا البحث، تبتدي تقرا البحث تشوف ايه اللي حصل، هو الناس دي عملت ايه، استخدمت ايه. زي ما انت شايف كده ده ريفيو. يعني ايه ريفيو؟ ريفيو يعني ده ما يعتبرش بحث، ده يعتبر حد عامل زي ما انت حضرتك بتعمل كده، بيجمع الناس عملت ايه، فده برضه مفيد جدا ليك. زي ما حضرتك شايف كده بيقول لك البتاع دوت او البحث بتاع دوت بيراجع او بيشوف الموضوع بتاع الـ NDR وإزاي بيعمل الـ Ice Align ووتر وهكذا، وبيدي هنا introduction ظريف عن الموضوع طيب حضرتك المطلوب منك إنك تعمل حاجة بنفس النهج ده، يعني زي الـ Review ده بالظبط، مش كده؟ فزي ما أنت شايف كده لو في حاجة تستفيد منها وهكذا تبتدي. زي ما أنت شايف هنا برضه هو جه عمل تيبل طلع فيه ريفيو عن الناس اللي عملت ميه مالحه او ميه فيها من البحث اللي دي، وشالوا ايه، شالوا سي دي، شالوا نيوترونز، شالوا حاجات كتيره في منطقه مثلا هنا يو اس، هنا مثلا تشاينا، هنا في ايطالي، وفي الاخر حط الريفرنس اللي جايب منه الشغل ده. طبعا ده بينزل زي ما انت شفت كده، هتخش على 30 صفحه، على 30 صفحه من السيرش ده، وتنزل بحوث كتير، وهتبتدي تمسك بحث بحث، تبتدي واحد منهم مثلا هتبتدي تلخصه. طبعا البحث اللي معانا حاليا دوت ممكن انت تستفيد منه ببعض البحوث، يعني في بحث مثلا معين انت عاوزه، او البحث ده هو اوريدي ملخصه، ممكن حضرتك ايه تستفيد في واحد منه. مثلا لو انت بتتكلم على السلاين ويستود او المايه اللي فيها بلوك. طيب احنا طبعا هيبقى عندنا سيكشنز في الريسيرش بتاعنا، يعني جيت شفت الراجل ده بيقول لك ان الـ NDR ممكن استخدمه في معالجة المياه اللي فيها املاح، فادي جزء ممكن يبقى عند حضرتك كده في الوورد فايل بتاعك عنوان كده اللي هو بتاع الابلكيشنز. الابلكيشنز دي وليكن هو العنوان بتاع نمبر 2 عند حضرتك، تحت الابلكيشنز 2 1 مثلا ان الـ NDR دوت يستخدم في السلايد ويست ووتر، مش فيها مشكلة. طيب فهتبتدي تكتب عن الموضوع شوية، وتبتدي تجيب الـ previous studies اللي اتكلمت عن الموضوع دوت، كذا كذا كذا، فلان عمل 1 2 3 ومش عارف ايه، عمل ايه سنة كام وهكذا. وتبتدي ممكن في الآخر تعمل تيبل ظريف زي اللي حضرتك شفته ده. طبعا يستحيل ان حضرتك تاخد نفس التيبل دوت وتختياره، لا، التيبل ده بينتج من البحوث اللي حضرتك نزلتها. زي ما احنا شايفين البحث ده معمول سنة 2019، في عند حضرتك 2019 2020 2021، كل دي ناس ممكن تكون عملت بحوث اجدد من البحوث المذكورة في التيبل اللي عند حضرتك هنا. فده بيجي اعتبار من السيرش اللي انت عملته، وازاي بتبتدي تلخص البحث فيه. كده تمام يا دكتور، احنا وليكن مثلا خدنا من البحث دوت كلمات معينة، مثلا خدنا بعض الحاجات او بعض ما توصل لي الشغل دوت بتاع الراجل ده، الناس اللي هنا دي، الناس دي كان دوت كان سين، هو ده اللي انا عاوز اخد حتة من الشغل بتاعه هو، هعمل ايه؟ كل حضرتك هتعمله هتمسك الحتة اللي انت خدتها منه دي، تبتدي كده. بعد كده عاوزين نكتب بقى ان الحته دي واخدة من نعمله سايتيشن بمعنى صح. انا جبت حضرتك ال اند نوت، المفروض ان حضرتك عملت له سيت اب، تمام. تبتدي تفتح الوورد، طبعا ما ينفعش يعني انت فاتح الوورد وتعمل سيت اب مش هتلاقيه يظهر، فالمفروض انت تقفل الوورد وتفتحه مش هتلاقيه يظهر هنا. هنفرض ان حضرتك برضه عملت كده ما لقيتوش ظاهر، هتخش على فايل اوبشن add in go، بتعلم هنا على الاثنين دول بتاع الاند نوت، بتقول له اوكي. لو ما ظهرتش بتعملها مره كمان، بتلاقيها ظهرت على حضرتك الاند نوت اهوت الكتاب بتاعك.
دلوقتي احنا المفروض نعمل انسيرت سيتيشن نحط هذا في البحث. طيب احنا ما نزلناش اوريدي السيتيشن بتاع البحث عاملين ننزله ازاي بقى؟ مجرد ما حضرتك دلوقتي هتجيب التايتل بتاع البحث بتاعك ده زي ما انت شايف كده، ده البحث بتاعك اهو اللي انا عاوز اعمله ايه سيتيشن. هاخد التايتل ده كوبي وابتدي اسيرش عنه هنا. طبعا انا بالنسبه لي هنا اوريدي عارف ان هو ده البحث بتاعي كده، العلامتين دول هم اللي بقدر انزل بيهم ايه سيتيشن. طيب لو انا عاوز اعمل سيتيشن لبحث اخر، البحث الاخر ده وليكن مثلا البحث بتاع فرانك ايطالي 2017 ده، مجرد ما حضرتك هتدوس عليه هنا كده وتيجي هنا هتلاقي فرانك اهوت 2017 هو ده الريفرنس اللي انت عاوز تنزله. هتاخد العنوان بتاعه كوبي، تاخد العنوان ده كده كوبي، او هتدوس على اللينك يدخلك على الويب سايت بتاع جورنال زي ده، هتاخد العنوان بتاعك كوبي وتبتدي تقوم جاي هنا حاطط اسم البحث. يعني بمنتهى السهولة سيرش اسم البحث بتاعي هنا برضه هلاقي العلامتين بتوع البحث. اوكي كده، يبقى اي بحث هجيبه انا عجبني اسمه وشدني حسيت ان هو انترستنج ان انا استفيد منه هنزل السيتيشن بتاعه من العلامتين هنا عادي. ولكن لو في بحث انترنالي جوه بحث معين تاني انا كنت نزلته وعاوز اعمله، هتروح حضرتك تجيب العنوان بتاعه هنا او هتدوس على اللينك بتاعه وتاخد بعد كده التايتل بتاعه تحطه هنا كده وتبتدي تسيرش عنه وتقيس برضه على العلامتين. طيب زي ما حضرتك شايف كده بينزل لك السيتيشن بتاعك باكتر من اكستنشن، فهتدوس على اند نوت هتلاقي الشغل بتاع حضرتك ايه نزل اسمه سكولر، وهيبتدي بعد كده كل سيتيشن هتنزله هيقول لك سكولر 1 سكولر 2 سكولر 3 اند سو اون. طيب فمجرد ما انا دوست اند نوت كده هتلاقي السكولر اتحمل، طبعا انا بدوس على السكولر طبعا نزل مرتين. طيب وهكذا بقى حضرتك لو عندك حاجة تانية برضه تبتدي تنزلها نفس الكلام، هتدوس هنا وتبتدي تنزل السكولر بتاعها عشان اقدر اسيرش عنها جوه ويبقى عارف العنوان بتاعها. العنوان بتاع البحث دوت هو كريتيكال ريفيو اون سلايم من دومين مش عارف ايه، لو كنت بس حتى لحد هنا بس كده بس خدتها كابل. طيب هنقول له انسيت سيتيشن، هبتدي يفتح لي البروجرام بتاعي كله، هبتدي يفتح دلوقتي برنامج الاند نوت معايا اهو، دي برنامج الاند نوت ابتدى يفتح طبعا كنت عامل له سيت اب مش فيه اي مشكلة خالص. طيب احنا عاوزين دلوقتي نعمل ايه؟ عاوزين نحمل او نعمل لود او نعمل امبورت للسيتيشن اللي احنا نزلناه ده عشان يبقى زي الناس دي كده. هقول له فايل امبورت، قال لي امبورت فايل لازم اتاكد ان هنا دوت مكتوب ريف والامتداد دوت هو اللي موجود مش اي حاجه تانيه. خلاص اقول له تشوز وابتدي اختار السكولر بتاعي، السكولر ده لسه منزله دلوقتي اهو، واقول له امبورت كده. انا عملت امبورت للبحث بتاع كان دوت اللي انا هحطه. مجرد ما برجع كده اعمل هنا سيرش او ممكن اكتب دي تاني واقوم قايل له انسيرت سيتيشن بقى المره دي وابتدي اسيرش بمين بالجزء اللي انا كنت واخده من البحث او جزء عنوان البحث اول واقول له انسيرت. زي ما انت شايف كده بمنتهى البساطه طلع الشغل بتاع رقم الريفرنس بتاعي حطه وكتب لي كمان الشغل بتاعي هنا دوت من غير اي مشاكل خالص. طبعا هاجي هنا كده اكتب مثلا دوت الجزء مثلا نمبر مثلا 7 8 ايا كان بقى العدد بتاعه ايه، دي الريفرنسز بتاعتي. خلاص اكتب التايتل بتاع الريفرنسز، ممكن اخد الجزء ده كله كده طق وانزل بيه تحت كده لحد اخر البحث بتاعي واقوم عامل له بيست، هتلاقي الموضوع نزل هنا كده وحضرتك عندك الكود بتاعك. نعمل تجربة تانية. حضرتك عندك كده الاند نوت مفتوح مفيش عندك اي مشاكل خالص. طيب عاوزين نعمل مثلا انسيرت لبحث اخر، هنعمل دلوقتي امبورت فايل. لو احنا
منزلين السكولر بتاعه، عاوزين ننزل فايت، احنا اوريدي منزلينه عندنا فمفيش اي مشكلة خالص، مجرد ان حضرتك تيجي هنا مثلا كتبت بعض الكلمات في اخرى وبتقول له انسير، تيجي هنا كده بتبحث عن بس الاوضه بتاعك مثلا، او بتبحث مثلا عن العنوان بتاعك، وليكن مثلا العنوان بتاعك كلمة دايت مثلا او كده، وعاوز تحط هذا في البحث، مجرد ده تكليك عليه تقول له انسير، يبتدي يعملهولك فوق وتنزل كده تلاقي في الليست بتاعتك بقى البحث بتاعك في الليست. طيب يبقى احنا كده عرفنا الخطوات، اي بحث انا عاوز انزله هخش سيرش هنا باسمه كده مشكلة خالص، وادوس على العلامة بتاعت السيتيشن وبنزل اند نوت اكستنشن، بعد كده بفتح برنامج الاند نوت بقول له فايل فور فايل، وابتدي اشوف السكولر اللي انا نزلته واقول له فور، بعد كده بقفل دي واجي هنا اقول له انسيرت تاني وابتدي اشتغل عادي. تمام كده انا كده بالنسبة لي خلصت، فاضل اخر حاجة الاند نوت حضرتك بتعمل له سيت اب، هتلاقي معاك كي كده الكي ده هو اللي هتستخدمه وانت بتعمل سيت اب. في برنامج تاني اسمه مندلي، مندلي ده برنامج فري مش بكراك او حاجة، فحضرتك يعني لو حبيت برضه ان انت تتعلم وتشتغل بيه دايما بعد. شكرا ليكوا، سلام عليكم.